معانا عبر الهاتف الكابتن الكبير كابتن محمد مسلحي المدير الفني لفريق طائرة النادي الأهلي. مليون مبروك الفوز النهارده يا فندم، شرفتوا كرة الطائرة المصرية، شرفتوا النادي الأهلي وشرفتوا جماهير النادي الأهلي بكل تأكيد. أنا مساء كريم، الحمد لله، ربنا يخليك، وألف مبروك لجمهور النادي الأهلي، والحمد لله فوز النهارده الحمد لله. طيب هكلمك الأول على المباراة وبعد كده نتكلم على مصالح جماهير النادي الأهلي ببطولة كبيرة زي ديت. الأول المباراة النهارده زي ما وصفت كده وانا كنت بتفرج على المباراه، شايف ان النادي الاهلي له افضليه من الدقيقه الاولى، شايف انه الاداء كان جيد، شايف انه كان في روح من اللاعبين ما غابتش لحظه واحده، حتى مع الشوط الثالث اللي الاهلي خسره وكان قريب جدا انه يكسبه قدر الفريق يلم نفسه بسرعه في الشوط الرابع، فده بالتاكيد شغل جهاز فني وشغل مدير فني حضرتك يعني بالتاكيد. يعني الحمد لله، طبعا فريق الترجي فريق كبير جدا في الكره الطايره، بيضم 9 لعيبه من المنتخب التونسي اللي هو مسيطر على بطولات افريقيا بقاله ثلاث مرات ورا بعض مسيطر عليها. كل ده طبعا كان حمل على الفريق، لكن خبرته، دخلنا الماتش طبعا بتلعب الترجي في تونس وسط جمهوره، دي مش سهله ان انت تكسب، خصوصا برضو انت راجع، يعني انت جاي من خساره دوري محلي. فكان كل دي طبعا ضغوطات عليا وعلى اللعيبه، لكن الحمد لله ربنا يعني عوضنا خير بالبطوله دي، بطوله كبيره جدا، ويمكن دي البطوله الرابعه ليا على التوالي ان انا اكسبها كبطوله افريقيه كمدير فني. رائع. البطوله ال 15 والبطوله ال 15 للنادي الاهلي، يعني اكتر رقم قياسي عالمي للنادي الاهلي الحمد لله، بنستمر فيه في الرياده العالميه. صحيح. الحمد لله يعني قدرنا نصالح جمهور النادي الاهلي بالبطوله الغاليه دي الحمد لله. كنت بفرج مع بعض الاصدقاء النهارده وكانوا بيقولوا لو الترجي كسب الشوط ده، الشوط اللي كان الاهلي قريب منه جدا، هيرجع للمباراه. هل حضرتك في وقت المباراه قلقت، خفت، حسيت ان المباراه بتهرب، ولا كنت واثق من لاعبي النادي الاهلي؟ قلقت طبعا، لان طبعا احنا كنا متقدمين في الشوط الثالث وكنت ناقص نقطه واحده، لكن خسرنا الشوط زي ما قلت لك، فرقه الترجي فرقه كبيره وقدرت ترجع في المباراه، لكن خبره لعيبه النادي الاهلي يعني قدرنا الحمد لله ان احنا نسيطر على الشوط الرابع من اوله لاخره الحمد لله. النهارده بتصالحوا جماهير النادي الاهلي بعد خساره الدوري؟ عايز اقول لك يعني الحمد لله صالحناهم، بس الواحد طبعا برضو يعني مش عايز اقول لك ان انا زعلان على الدوري اللي ضاع، لان احنا لغايه اخر اللحظه الحمد لله كنا يعني كسبنا كل الماتشات، كسبنا كل الفرق 3-0، لكن طبعا الزمالك قدر من خلال اللائحه اللي اللجنه اتحطتها بتاعت الاتحاد، مش الاتحاد الحالي، الاتحاد القديم، قدر ان هو يتعاقد مع 2 محترفين ورجع رضا هيكل، طبعا اتقلب 180 درجه الزمالك، والفرقه بقت كويسه جدا والماتشات بقت ايكوال يعني، وقدروا هم يحسموا الدوري والكاس من خلال ماتشين فاصل يعني، ماتشات فاصله يعني. لكن الحمد لله قدرنا يعني، الحمد لله يا رب نكون وفينا جمهور النادي الاهلي حقه السنه دي بطوله كبيره زي دي الحمد لله. هترجعوا امتى ان شاء الله يا فندم؟ يوم الاربعاء ان شاء الله العصر كده. يوم الاربعاء توصلوا بالسلامه، ومليون مبروك، لقب كبير جدا لكره الطائره المصريه وللنادي الاهلي بكل تاكيد. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد مسلحي المدير الفني لفريق طائره النادي الاهلي.